بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة يشهد الجو طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، الجو بيقول إنه خريف بس إحنا شايفين حر وصيف عادي جدا. هو طبعا بالفعل يمكن إحنا خلال هذه الأيام عندنا ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بحوالي من درجتين لثلاث درجات تحديدا. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية، خلال فترة النهار هيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، كان ده بيساعد على إحساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة. كمان مصادر الكتل الهوائية جاية من مناطق صحراوية، فده أيضا بيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار. عشان كده طقس فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية هو طقس حار، يمكن ده بيكون كمان في وقت الظهيرة مع شدة الأشعة الشمسية. العكس بيحصل فترة الليل، مع غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، بل كمان في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر بيكون في مزيد من الانخفاضات. أجواء في مجملها معتدلة بشكل كبير فترات الليل، لكن في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر بتكون أجواء مائلة للبرودة، خاصة في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي. لكن الصغرى فترة الليل بتنخفض ل 22 و23 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. يمكن كمان احنا عندنا اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، وده بيحسسنا أكثر بارتفاع قيم درجات الحرارة. كمان اليوم أيضا متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار في مناطق من حلايب وشلاتين في أقصى الجنوب. هي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، يعني وهتكون على فترات متقطعة زي ما قلنا، هي فرص أمطار خفيفة. الظاهرة الجوية اللي دايما بتأثر معانا في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية، وشبورة مائية كمان أصبحت كثيفة في بعض الأماكن. يعني اليوم تحديدا كانت كثيفة في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ووسط سيناء ومدن القناة، وبتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، وخاصة الطرق زي ما قلنا الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. لكن هي مش هتأثر على حركة المرور، هتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا ساعة كمان وهنلاقي الشبونة المائية اختفت تماما من على الطرق، الرؤية الأفقية اتحسنت بشكل كبير. الأحوال الجوية اللي فيها اضطراب وفيها ارتفاعات في قيم درجات الحرارة واختلاف بين فترات النهار وفترات الليل مكملة معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي، يعني احنا مكملين في متوسط قيم درجات حرارة مرتفعة خلال فترة النهار في معظم المحافظات لحد يوم الاثنين اللي جاي. من يوم الثلاث هتختلف الحالة الجوية تماما. ايوه بقى، احنا مستنيين الثلاث ده بقى، احنا عايزين نسمع ان في شوية برد ونطلع الجاكيت. يعني هو هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بإذن الله بمعدل من 3 ل 4 درجات خلال فترات النهار، فالأجواء هتكون الأجواء الخريفية المعتدلة تماما فترات النهار، ده بسبب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة. فترات الليل يمكن نحس فيها أكثر بالأجواء اللي فيها انخفاض أكثر كمان من الليالي دي، فتكون أجواءها في مجملها مائلة للبرودة، لكن طبعا مش هتكون لسه الأجواء الشتوية، هي الأجواء الخريفية اللي فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة. ممكن كمان نلاقي فرص أمطار في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لكن بصفة عامة يمكن على مدار الأسبوع الظواهر الجوية الموجودة معانا مش هتأثر على أعمال الأنشطة اليومية، بس مأثرة على صحة الأطفال وعلى صحة ناس كتير من اللي بتنزل بدري. دكتورة منار، يمكن التقلبات الجوية دي بتخلي في انتشار شوية لنزلات البرد، يمكن بالذات شايفينها في المدارس اليومين دول. بالفعل فرق قيم درجات الحرارة ما بين يوم للتاني أو حتى في اليوم الواحد ما بين فترة النهار وفترة الليل أو فترة الصباح الباكر ده ممكن يسبب نزلات البرد، فعشان كده احنا بنأكد ان احنا ضروري جدا لو بنخرج فترة الصباح الباكر زي الطلبة ومريحين المدارس أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر يفضل الملابس ما تكونش صيفية كاملة، تكون الملابس الخريفية أو معنا جاكيت خفيف كده لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحرارة نرتديه، خاصة كمان زي ما قلنا النص الثاني من الأسبوع هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. اللهم بلغنا انخفاض درجات الحرارة ده. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
نبتدي بالقاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 32-22، الإسكندرية 31-21، العالمين الجديدة 31-20، مطروح 31-19، دمياط 29-24، بورسعيد 29-25، والإسماعيلية 33-21. السويس العظمى فيها 33 والصغرى 22، العريش 29-19، كاترين 15-28، وطابة 31-23، حلايب 32-25، شلاتين 34-26، شرم الشيخ 34-25، والغردقة 34-25. كل ما نتجه جنوبا كل ما درجات الحراره بترتفع اكتر، الفيوم 35 والصغرى 20، بني سويف 35-19، الوادي الجديد 37-21، واسيوط 35-20، سوهاج 36-20، قنا 38-21، الاقصر 38-21، اما اسوان العظمى فيها 38 والصغرى 23. واضح ان فصل الصيف قد يكون مكمل معانا في بعض المحافظات، لكن يمكن زي ما هيئة الأرصاد الجوية بلغتنا أن من يوم الثلاثاء إن شاء الله قد يكون في انخفاض شوية في درجات الحرارة ونحس بالطقس الخريفي المعتدل. دلوقتي خلينا نرجع لمحمد والجمالة نكمل معاهم باقي فقراتنا. تفضل يا محمد. تفضل يا جمالة. شكرا ليكي منى.